سعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم معنا مشاهدنا الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامج رمضان من الداخل. تتواصل مع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم عمليات الإحياء الرمضاني في ولاياتنا الداخلية، سعيا لترغيب الناس في امتثال أوامر الله جل جلاله واجتناب نواهيه واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بانتهاز هذه الأيام فيما يرضي الله عز وجل. في هذا الإحياء الرمضاني يراعي بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها بلادنا على غرار بلاد العالم بسبب انتشار جائحة كورونا. يسعدنا أن نستضيف لهذا الغرض السيد الشيخ محمد الأمين والحضرمي ولي الشيخ محمد الأغلف فقيه. أهلا بكم وسهلا. أهلا وسهلا. تسمعونني؟ نعم. مرحبا وأهلا. كيف يجري الإحياء الرمضاني بمدينة كيفة وولاية العصابة بشكل عام؟ هذا الإحياء الرمضاني تسعى الوزارة من خلاله إلى أهداف معينة، كيف يجري في ولاية العصابة مدينة كيفة بالتحديد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، الإجراءات كانت في كيفة الحمد لله جيدة، والحمد لله الأئمة هنا في المساجد يحيون الحمد لله ذكريات في رمضان، وخاصة في هذه العشر الأواخر من رمضان التي أمر الله سبحانه وتعالى بإحيائها، وهي على الله سبحانه وتعالى فيها ليلة القدر. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وكثير الحمد لله من المساجد هنا في هذه المدينة يحيون هذه الليالي ويسيرون ولله فيها. فالحمد لله، يعني كذلك المحطة الجهوية في كيفية هنا فيها لها فوقها كل يوم يحون فيها ذكريات وأوامر الله سبحانه وتعالى فيها، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وإيقاظ أهله وشد المئزر. فعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحيوا هذا الشهر المبارك، وخاصة في هذه الأيام المتبقية، وخاصة في هذه الليلة التي هي أعرج الليالي أن تكون ليلة القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إن شاء الله، وأن يعتق رقابنا من النار، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. آمين. نتابع عصر الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ضمن برنامج الإحياء الرمضاني الذي تشرف عليه الإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالعصابة، تتواصل بمساجد مدينة كيفة المحاضرات الدينية لتثقيف الصائمين في هذا الشهر الفضيل، وتكتسي هذه المحاضرات أهمية كبيرة خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان. نتابع هذا العنصر مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمواصلة حلقتنا. ندوات علمية ودروس فقهية في جوامع ومساجد مدينة كيفة تبين فضائل هذا الشهر الكريم وكيفية صيامه وما يترتب على المسلم من واجبات والتزامات ينبغي التمسك بها طيلة هذا الشهر الذي تتضاعف فيه الأعمال مع فتح المجال أمام مختلف الاستشكالات حول الأحكام الشرعية، خاصة ما يتعلق منها بالصيام. هذه المحاضرات كانت مشفوعة بعدة أسئلة يطرحها المصلون على المحاضر ويرد عليها ردا شافيا، وكانت هذه المحاضرات في جميع أحياء الولاية، في جميع أحياء المقاطعة المركزية في أحيائها جميعا، واستفاد منها الكثير. وفي هذه العشر الأواخر شد الإخوة المئزرة وأحيوا الليالي تحسبا لانتهاء هذا الشهر العظيم، ولينالوا الجزاء الأوفى في هذا الشهر العظيم المبارك.
وعملت الإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على مستوى ولاية العصابة على تنفيذ هذا البرنامج الخاص بأحياء شهر رمضان، وذلك ضمن الجهود التي دأب قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على القيام بها كل عام مع بداية الشهر المبارك عبر تنظيم سلسلة من المحاضرات والدروس الرمضانية في جوامع ومساجد المدينة تقدمها كوكبة من العلماء والفقهاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الشيخ محمد لمين، ما أبرز المواضيع التي تم طرقها في هذه المحاضرات التي تندرج ضمن الإحياء الرمضاني الذي تشرف عليه الإدارة الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة؟ ما أبرز المواضيع التي تم طرقها في هذه المحاضرات؟ الحمد لله، المواضع كثيرة التي طرقناها في هذه المحطات. يعني أول شيء تذكير بفضل شهر رمضان وصومه، وكانت الحمد لله المواطنين يعني يسألون في هذه المحطة كثير من الأسئلة، وكل حلقة مثلا تطرح فيها أكثر من 20 سؤال، بعضها يتعلق بصوم رمضان، وبعضها يتعلق بالكفارات، وبعضها يتعلق بالأوقات المحددة في الإفطار والإمساك، والناس الحمد لله يتجاوبون كذلك معها. وكذلك أيضا فيه محاضرات في المساجد في يوم الجمعة، محاضرات كذلك دائما، حلقات تعليم في المساجد مثل حلقة مثل رياض الصالحين، ومثل كذلك تهجد في هذه الليالي الحمد لله كثير من المساجد يعني في التهجد. وهذه المحطات الجهوية ولله الحمد يعني ينبغي أن تؤتى مثلا تؤتى لها عناية. يعني كثير من المواطنين يسألون يعني من داخل المدينة وخارجها، يعني يسألون الأسئلة حول زكاة الفطر، وحول كذلك صوم رمضان، وكذلك حول الإمساك، وحالك والكفارات. وعموما ولله الحمد يعني جو جيد ولله الحمد، والناس الحمد لله مقبلون ويسألون ويستفتون عن ديني، يسألون عن دينهم، ولهم إقبال كثير ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول إن شاء الله، ويعتق على رقابنا من النار. طيب، في هذه المحاضرات هل تم مثلا تناول مستجدات ربما تدخل في إطار نوازل الفقهية، مثلا مستجدات فقهية أو ما يتطلب الواقعون يتم الحديث عنه، مثلا مثل جائحة كوفيد وكيف التعامل معها، فقه الصوم في زمن الأوبئة، هل تم الحديث عن مثل هذه المواضيع؟ نعم، ولله الحمد يعني كانت الناس الحمد لله هنا في كيفها يعني ملتزمون بالاحترازات، وكذلك ايضا يعني عدم الاختلاط الكثير، والناس ولله الحمد تجاوبت يعني مع هذه الشهر المبارك، وكانت فيه ولله الحمد اقبال كثير ولله الحمد، وكذلك جميع يعني المواطنين يعني يسالون، ولله الحمد كانت اجواء طيبه. نسال الله سبحانه وتعالى القبول ان شاء الله والتوفيق. اهم المسائل التي كانت تطرح يعني في الأسئلة حول الزكاة، حول يعني الكفارة في رمضان، حول كذلك الإفطار، كذلك حول يعني زكاة الفطر التي هي يعني قريبة، وكان الحمد لله الأسئلة الحمد لله فيها كثير الحمد لله والأجوبة، لكن يحتاج الناس بجهد، خاصة جانب الديني يحتاج الناس إلى زيادة. نعم. طيب، إذا تحدثنا عن مدى إقبال الساكنة على هذه المحاضرات، المحاضرات تكون مثلا بعد صلاة الظهر في المسجد، وهذا وقت شديد الحر في تلك المنطقة، ما مدى إقبال الساكنة هناك على هذه المحاضرات؟ ما شاء الله إقبال الناس كثير، يعني خاصة المساجد التي تقام فيها يعني المحاضرات، الناس يعني يقبلون عليها يعني بإقبال كثير، وينسون يعني الحر. الحمد لله كثير المساجد يعني فيها تكييف، والحمد لله الناس يقبلون عليها ويستفتون في دين الله سبحانه وتعالى، ويسألون يعني ويتنافسون، وكذلك في بعض الاعتكاف ولله الحمد. طيب، إذا تحدثنا بشكل عام عن فوائد هذه المحاضرات وفوائد الإحياء الرمضاني في شهر الصيام والقيام، ما هي الفوائد المتوخاة من هذه المحاضرات ومن الإحياء الرمضاني بشكل عام؟ نعم، هذه يعني الإحياء رمضان، هذا شهر الفضيلة والشهر شهر الفضل، الله سبحانه وتعالى عز الله تعالى في الدين، وهو شهر كريم أنزل الله تعالى فيه القرآن،
ونصر الله سبحانه وتعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، وهو يوم بدر. في هذه العشر الأواخر فيها في 27 من رمضان، في 17 من رمضان، وكذلك نصر الله سبحانه وتعالى فيه المسلمين يعني التتار، وهو شهر الخير وشهر البركات. فينبغي الناس يعني أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر وكذلك من جميع أعمال الخير. فبأهمية كثيرة في الناس أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل وفي هذا الشهر المبارك، وكذلك في الإنفاق وفي الأعمال الخير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشهد الناس، وكان أشهد حينما يكون في رمضان، وكان حينما يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد بالخير من الريح المرسلة. فعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشهدوا بالخير، وأن يحيوا الليالي الرمضانية، وأن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكثروا من أعمال الصالحة، لأن إنما الأعمال بخواتيمها. وكذلك ننبه على أن من الأعمال الصالحة وقبولها عند الله سبحانه وتعالى هو يعني متابعة الأعمال الصالحة. فقال العلماء إن من دلالة أن الأعمال الصالحة مقبولة أن الإنسان كذلك يتابع في الأعمال الصالحة. أما نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية أن الإنسان يعني إذا صام رمضان خلاص يقبل على الشهوات ويقبل على الإسراف ويقبل على الشهر كثير، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الله تعالى مراقب عليه. وهذا من فضل هذا الشهر الكريم، يعني صوم رمضان من هي أن الناس أن يتقوى الله سبحانه وتعالى في أيام معدوداته، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدوداته. يعني فكون الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في رمضان فهذه مدرسة التقوى ومدرسة رمضانية، عليه أن يتقي الله تعالى في آخر الزمان وفي آخر عمره، لأن يعني الأعمال بخواتيمها. فلهذا على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يتوب إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يموت حتى الحق بشهر رمضان الكريم، وكذلك عليه أن يسأل الله تعالى أن يوفقه في جميع الأعمال الصالحة. أمين. لا نحن الآن في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي العشر التي يرتقب فيها ليلة القدر، والتي تضاعف، يحاول المرء أن يضاعف فيها عمله لأنها العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها. ما هي المواضيع التي تركزون عليها في المحاضرات ضمن الإحياء الرمضاني في هذه العشر الأواخر؟ وأيضا نتذكر أن الآن على بوابة الفطر، هناك فقه الفطر، فقه الزكاة إلى آخره، أبرز المواضيع التي تتناولونها في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان. نعم، أبرزنا المواضيع هو أن نذكرهم بليلة القدر. بليلة القدر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا أن نتحرى هذه الليلة، وقد اختلف العلماء فيها يعني في العشر الأواخر هل هي 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. الأقوال فيها كثيرة، وفيها ابن الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى ذكر فيها 45 قول، ولكن أرجى الليالي كما هي مثلنا مالك أن تكون ليلة 27 هي الليلة. فعلى الناس أن يتحروها. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها، قالت له: أرأيت أن وقفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: اللهم إنك عفو، وفي رواية: كريم تحب العفو فاعف عني. فنذكر الناس بهذه الليلة المباركة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن، قال سبحانه وتعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي هي ليلة القدر على الراجح. فنذكر الناس بهذه الليلة المباركة، ونذكر كذلك المواطنين هنا أيضا عليها، وكذلك نذكرهم كذلك بالفطر، يعني بزكاة الفطر، لأن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وجوب السنن. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من تمرين أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والأنثى من المسلمين، وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الصلاة. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث والفسوق، وطهرة
وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فعلى الناس أن يتنافسوا في هذا الفطر. كذلك في استغل وجودكم معنا وسوى لكم سؤال، يخرجوا إلى المصلى يوم العيد، وهذا ما كنا ندارسه فيه إن شاء الله. استغل وجودكم معنا وسوى لكم سؤال ربما يعود بعض المواطنين طارح لهم إشكال، وهي يكان إخراج زكاة الفطر بالنقود الآن يجزي، وإلى عاد يجزي كم الفضائل اللي يعطي حد إياك يعود أخرج زكاة الفطر؟ هذا موضوع طرح كثيرا، ونستغل وجودكم معنا لأننا تحدثنا عن زكاة الفطر وما يتعلق بها. جاوبهم على السؤال. يعني عيد ما سمعت سؤال. قلت لكم نستغل وجودكم معنا نسولكم عن إخراج زكاة الفطر نقدا من نقود الفضة. حد أعطاها الفضة، ما هو شعير ولا هو تمر ولا هو حب، حد أعطاها فضة، يكان ذاك يجزي ولعادك يجزي كم الفضة؟ يلا يعطي حد، يلا يعطي حد إياك يعود أدى الزكاة، لأنها موضوع سؤال طرح كثيرة. نعم، مقدار زكاة الفطر معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاع، ففي مقدارها صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد من اليدين المتوسطتين إلى مقبوضتين ولا مبسوطتين، والحين تقريبا مقدار 3 كيلوان تنقص شيء قليل. ومذهب مالك أن تخرج يعني من غالب قوت البلد، هذا هو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. فبعض المذاهب الأخرى عندهم أنها تخرج قيمتها، والإنسان ينظر مثلا إذا كان هناك يعني أناس يعني محتاجون يعني في هذا، فيخرج يعني قيمه، إذا كانت هناك فباب واسع في هذا. طيب واضح معناه. نعم. عنها إذا أخرجها نقدا تجزي عنه، ونقدر نقول عن مثلا حد أعطاه الفوقية يعود. نعم. يعود أخرج زكاة الفطر. نعم 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 نعم. طيب هذا بعض سؤال استغليت فرصتكم معنا إياك تجاوبوا عليها، المشاهدين. طيب في إطار كيف نودع رمضان، هذا موضوع دائما يطرق ويتحدث عنه الفقهاء، يقالوا أن الصالحين يقضون 6 أشهر يسألون الله أن يتقبل منهم رمضان، والستة الباقية يسألونه أن يبلغهم رمضان القادم. هذا موضوع هام جدا، كيف نودع رمضان مثلا، هل فعلا تم تناوله ضمن المحاضرات ضمن الإحياء الرمضاني؟ نعم، كيف نودع رمضان علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح، وأن نكثر من الأعمال الصالحات. فإن الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكذلك علينا أن نصوم 6 من شوال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتبع رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يعني رمضان 10 أشهر وباقي 3 أيام، كل يوم يعني 10 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. لكن هذه الأيام ينبغي أن تفصل عن العيد وأتباعه، يعني لأن كثير من الناس يعني خاصة مثلا مالك يفرق بين الفرائض والسنن، يعني حتى بعض بلاد المشرق يعني الواحد منهم يوم الفطر ما يفطر، تم حتى عليه أن يفصل بينه. كذلك من الأمور أن نودع فيها رمضان أن نتحسر على ما فاتنا فيه، وأن نتوب إلى الله تعالى فيه، وأن نشعر بأننا قصرنا فيه، نشعر أننا قصرنا في هذا الشهر المبارك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم سلم لنا رمضان وسلم منا رمضان. وكذلك علينا أن نتذكر أن الحسنات والسيئات تضاعف، فالحسنات مضاعفة في هذا الشهر، كما أن نسأل الله سبحانه وتعالى السيئات مضاعفة فيه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فبقدر يعني المكان، بقدر الزمان والمكان، تعوض الحسنات والسيئات حسب المكان وحسب الزمان. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، وعليه أن يتقي الله تعالى في الشهر، وكذلك عليه أن يتخذ مدرسة نموذجية من هذا الشهر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا يظن أنه خلاص أن رمضان فات وعليه أن يعني يقبل على إسراف الشهوات النفس، فعليه أن ينهى النفس عن الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وقال الله سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يودع هذا الشهر المبارك بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، وكذلك أيضا في الفطر كذلك يتقي الله سبحانه وتعالى ويسر الله تعالى المغفرة، وكذلك يصل أرحامهم،
وكذلك عليه ألا يسرف وألا يبذر. هذا بالضبط شيخ، وكان سؤالي الموالي وهو الفطر. الله تعالى في الاختلاط وجميع الأشياء كاملة، وأن يتوب الله تعالى في جميع بقية عمره، لأن الأعمال بخواتمها. طيب شيخ، هذا بالضبط كان سؤال الموالي وهو مشروعية عيد الفطر، ماذا أراد منه الشارع، وكيف يمكن أن يمارس المرء عيده دون إسراف أو تبذير مع احترام الضوابط الشرعية وهو خارج من هذا الشهر الكريم؟ هذا بفعل موضوع مهم يستحق التنبيه والحديث عنه. يعني أعيد السؤال. أتحدث عن 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 العيد، عن مشروعية العيد، ماذا أراد الشارع من عيد الفطر، وكيف يمكن المرء المسلم أن يؤدي عيده دون إسراف أو تبذير مع احترام ضوابط الشرع وهو خارج من هذا الشهر الفضيل، شهر العبادة والقيام والصيام؟ نعم، سؤال وارد. فالله سبحانه وتعالى دائما عندما ينتهي الناس من عبادة الله سبحانه وتعالى يعطيهم الله تعالى فرحة واستبشار، مثل عيد الأضحى، وكذلك هذا العيد عندما انتهى الناس من هذا الشهر المبارك، فالله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان لا يريد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له، عليه أن يستجيب هو لأوامر الله، وأن ينصاغ لأوامر الله تعالى، وأن يستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى، وكذلك عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى كما هو سؤالك، وكذلك عليه أن هذه النعم لا تصده عن سبيل الله تعالى، لأن كثير الناس لا يعرف متى يضبط في هذه الأعياد، معنى في هذه الأفراح، يعني كثيرا هو يسرف وكثيرا هو يبذر وكثيرا تكثر كذلك الاختلاطات والمهرجانات والأشياء التي ينهى عنها الشرع. والإنسان عليه أن يضبط فرحه، كذلك عليه فرحه كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإنسان عليه أن يفرح بتقوى الله تعالى، وأن يفرح بما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون هذا الفرح يعني السبب للبطر، والسبب مثلا للتعدي لحدود الله تعالى، والسبب للطغيان، لأن يعني كثير من الناس مع الأسف الشديد لا يراعى في هذه المشاعر، يعني فيترك الباب على مصراعيه، وتكون هناك تبرج وخروج واشياء مثلا كثيره نهى عنها الشرع، يعني بحسب انها مثلا هذا عيد وان هذا كذا وان هذا كذا، فلا يشفع على المسلم ان يتقي الله تعالى وان لا يسرف، فان الله سبحانه وتعالى يقول: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. نعم، نفرح بها العيد ونذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى كثير، ونوسع على أنفسنا بحسب يعني الاستطاعة، لكن ما هو في مجال يعني التبذير والإسراف، وخاصة أنه بذر وإخواننا محتاجون، يعني فهذا يعني لا يجوز المسلم أن يسرف على نفسه وإخوانه يعني يبيتون جوعا وعطش، كما قال الحكيم: وحسبك ذا أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. وجاء في الآثار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما آن نبيا بات شبعان وشعره شائع بجنبه. فعلى الإنسان يعني أن لا يكثر من الإسراف، والذي يريد أن يفعله بالإسراف عليه أن يعطيه لأخيه المسلم وبجاره أو قريبه أو أخيه، وألا أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يسرف، وخاصة النساء. كثير من النساء مع الأسف في هذا الشهر المبارك يعني الواحدة تكلف زوجها ما لا يطيق من الإسراف، وتضار به وتشاق به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضراء، قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله به. فتكثر يعني من الملابس التي يعني ليست لها حاجة، وكذلك الإكثار من الأشياء الكثيرة. فعلى الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يضبط يعني جميع مثلا نشاطاته، لأن يعني الإنسان ما هو مترك سدى، جميع أعماله وحركاته وسكناته هذه مضبوطة من نواحي الشرع، فما في هناك يعني شيء إنسان مخلي إلى كيفيته. نعم. طيب الشيخ، معروف أن رمضان مدرسة كبيرة، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذا الشهر الكريم؟ ما الدروس المستخلصة من شهر رمضان الكريم التي يجب على المرء أن يستفيد منها وأن يستخلصها وأن يكون واعيا لها؟ نعم، عيد السؤال. الله، ما سمعت السؤال. هي تساءلت عن مدرسة رمضان، ذكرت أن رمضان مدرسة كبيرة، مدرسة تربوية، كيف يمكن للمرء أن يستفيد من هذه المدرسة، وما هي الدروس المستخلصة من هذا الشهر الكريم التي يجب على المسلم أن يكون حاضرا لها وأن ينتبه لها وأن يحاول الاستفادة منها؟ الدروس المستخلصة من هذا الشهر المبارك
هو يعني فضيلة هذه الشعيرة، لأنها يعني ركن من أركان الإسلام، يعني رمضان ركن من أركان الإسلام، وكذلك أهميته وموسمه وعظمه يعني تنبيه كثير فيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء شهر رمضان وتحت أبواب الجنة وقلقت أبواب النيران وصفتت الشياطين قيدت. فيعني هو موسم كبير، يعني فعلى المسلمين يعني أن يلتزموا فيه ويعني يتعلموا أحكامهم. كذلك هو شهر القرآن، شهر الفضيلة، الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، على الناس أن يكثروا فيه من القرآن، وأن يتحاكموا فيه القرآن، وأن يكون القرآن هو دستورهم، أن يكون القرآن هو عملهم وهو ديدنهم الذي يعملون به. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الشهر المبارك، أنزل هذا القرآن في الشهر المبارك. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالدروس المستخلصة من هذا الشهر، شهر الفضيل، الشهر المبارك، هو يعني الالتزام بهذا الشهر، وكذلك بصومه. لأن كثير من الناس يترك صوم هذا الشهر يعني لأعذار واهية، حجج يعني واهية. بعضهم مثلا يربط العمل بأنه عنده عمل شاق، بعضهم يعني يقول يعني ليس له ترتيب خاص، أنه ليس له يعني. فدروس من هذا الشهر المبارك هو إحياء بهذه الشعيرة، لأنها يعني إذا لم نحييها يعني تميت هذه، إحياءها يعني أمر مطلوب، وكذلك أمر شرعي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم اعتكف 20، اعتكف العشر الوسط، العشر الأخرى. فالإنسان يعني يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الدروس، وكذلك يعني يتنبه بها، وكذلك حب يعني الدروس لو دامت كل الشهر في كل الزمان كامل. طيب شيخ، هذه المحاضرات، محاضرات الإحياء الرمضاني، تتمركز أساسا في المدن الكبرى، عواصم الولايات، مثلا الكيفة هناك. هل هناك محاضرات دعوية أخرى تستهدف البعيدين عن مركز المدينة، المناطق النائية؟ هل هناك محاضرات تسير إلى هذه المناطق لتربطهم بهذا الإحياء الرمضاني وليستفيدوا من هذه المحاضرات التي تقدم؟ هذا ما ينبغي، لا أدري هل هو موجود هنا، لكن هذا ينبغي، يعني ينبغي أن تكون هناك رحلات دعوية للقرى، لأن هذه القرى يعني المجاورة يعني أهلها يعني على الفطرة، ولهم يعني يحبون يعني الدروس ويحبون المحاضرات، وكذلك على يعني الدوائر المعنية، وخاصة هذه يعني يحيي هذه في هذه في أنها أمر الله سبحانه وتعالى بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه القرى يعني نائية على الناس، على العلماء، وكذلك على يعني المتعلمين، وعلى يعني يتنبهوا لهذه القرى وأن يعلموا أحكام دينهم، لأنهم بفطرتهم يعني يحبون هذه المحاضرات، ولها إفادة كثيرة ولها إيجابياتها. طيب الشيخ، هذه المحاضرات رغم أهميتها الكبيرة وفوائدها الجمع على المستهدفين، كيف يمكن أن تنظم هذه المحاضرات وأن تكون واعية، مثلا أن تستخدم فيها المواضيع المطلوبة، أن تكون توائم هذه المواضيع مع حاجة الساكنة، أن مثلا أن يحدث الساكنة والمواطنون عن ما هم بحاجة إليه من جوانب الفقه وجوانب العلم؟ نعم، هذه الدروس يعني تمارس تماشي مع حاجات الناس، يعني الناس لابد أن يخاطبوا بحسب ما عندهم. نعم، نحن هنا نسمع مثلا محاضرات، يعني فالناس يعني هنا يخاطبون يعني بالصلاة، وكذلك شيخ سؤالي حول كذلك صوم رمضان وأهميته. شيخ سؤالي حول كذلك على الداعية وعلى الفقيه أن يخاطب الناس بما يفهمون، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فعلى الإنسان العاقل أن يحدث الناس بكل ما يفهمون، يعني يحدثهم يعني بأركان الصلاة وبقواعدها، كذلك وبالأعمال الصالحة وبشهر رمضان. كان التركيز أكثر هنا في هذه الدروس الماضية، خاصة في المدينة هنا، على رمضان وعلى التحذير من التهاون به، وكذلك كان تركيز على قيامه، كذلك على الصيام، وكذلك على الأعمال الصالحة فيه، وعلى الإنفاق في سبيل الله تعالى فيه. كانت هذه معظم الدروس فيه، ولكن القرى النائية يعني كذلك لها يعني
فقه آخر من ناحية الطهارة ومن ناحية الأعمال الصالحة، ولكل مقام مقام. طيب شيخ، الأسلوب الذي تقدم به هذه المحاضرات العلمية والدعوية الهامة، أغلب المواطنين قد لا يفهمون اللغة العربية، قد يكون بحاجة إلى أسلوب سهل مبسط يعتمد اللهجة الحسانية مثلا حتى تصلهم الرسائل المرجوة. ماذا عن هذا الأمر، ضرورة الاهتمام بالأسلوب؟ موجود نخاطب الناس بهذا السهل، يعني نخاطبهم يعني بلغتهم، ونخاطبهم بما يفهمون، نحدثهم بما يفهمون، وهذا على الداعية، لأن يعني يتكلم الناس بما يفهمون. يعني لأنك لو تكلمت الناس يعني بالعربية كثيرهم لا يفهمونها، فهم نحن نتكلم معهم ونتجاوب معهم يعني بما يفهمون، ولله الحمد يفهمون هذا ويسألون ويستفيدون ولله الحمد. طيب هذه الأحكام مثلا، عادة ما يركز أغلب الدعاة والفقهاء على جانب الوعظ، وإن كان للوعظ أهميته في الدين الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي، إلا أن فقه الأحكام هو الآخر فقه أساسي لا غنى للمسلم عنه حتى يعلم فرض عينه ويعبد الله، يعبد الله على بصيرة. ماذا عن فقه الأحكام، الفقه يعني التركيز على الفقه بدل التركيز على الوعظ، وإن كان للوعظ أهميته وضرورته؟ نعم، هذا موجود، يعني لأن المحطات التي نلقي فيها دروس يعني تتكلم عن أحكام رمضان وعن الإفطار وعن يعني الكفارات وعن ما يجب على من أفطر يعني في رمضان وعلى المسافر، هذه أحكام فقهية فيه. وكذلك نتكلم عن القراءة، عن الصلاة وعن الصوم وعن الحج وعن الأعمال الصالحة كلها. ولكن يا أخي يعني تذكر أن الوعظ يعني هو وقود المسلم، يعني وقود المسلم هو هذا الوعظ، لأن الإنسان إذا لم يخاف من الله سبحانه وتعالى فيعني الدافع له يكون يعني ضعيف. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى تختلف، لأن قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا فانكحوا ما طاب لكم فيها أعمال ثانية غير موافقة لهواه، مثل قول الله سبحانه وتعالى قلوا من يغضوا من أبصارهم، ومنها قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. فيا أخي يعني الأوامر تختلف والتكاليف بالكيفية، فعلى الإنسان الناس يعني أن يواعظوا وأن تكون الأوامر عندهم سواسية، يعني مثل قول الله تعالى مثلا مسلم تكون جميع الأوامر عنده مقبولة، وهذا ما يكون إلا بالوعظ وخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنا كتمنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الوعظ يعني له أهميته وله دوافعه الكثيرة، وله ولذلك كثير من الأعمال الصالحة، يعني ما الفرائض والأعمال الصالحة ما نزلت إلى الصحابة إلا بعد أن تربوا واستوت عندهم الأمور يعني وصار لهم. فبالتالي لا بد من الداعي إلى الله تعالى أن يكون له تربية ووعظ، بعدين يعني يعلم الناس الأحكام الشرعية. طيب كلها يعني له دوره وأهميته. نعم شيخ، كلمة أخيرة توجيهية توجهونها إلى ساكنة ولاية العصابة وإلى المواطنين بشكل عام. نعم، نوجه هنا بشكل عام إلى ولاية العصابة، يعني أهمية يعني التربية وأهمية الدروس وأهمية الوعظ. فكثير من الناس يعني مع الأسف الشديد لا يهتم بالجانب التربوي، فكثير إنما يعني يشتغلون يعني بالأعمال الدنيوية. وقد قال زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه وإن امرؤا يشتغل بدنياه دائما ويهال عن أخراه لا شك خاسر. فالإنسان نسأل الله السلام والعافية كان مهمكا في الأعمال الدنيوية ولا يعبأ مثلا بالأعمال الآخرة ولا يعبأ مثلا بالدروس والمحاضرات، فيعني هذا يخشى عليه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأخي الكريم، الآخرة لا بد لها من السعي، لا بد لها من طلب، لا بد لها من جهد، لا بد لها من بذل. لذلك الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن النفس يعني شرودة وشحودة وكنودة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بها، فقد أقسم الله تعالى عدة أقسام بهذه الشمس وبهذه النفس وعصيانها، قال سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
أي قد أفلح وفاز من زكى نفسه وأهل بها، وتزكية الأنفس بالأعمال الصالحة بالتهذيب والأخلاق والتربية الصحيحة والمواعظ والذكرى. وإذا كان الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يغفل وينسى عن نفسه وترد هذه الأعمال والدروس والمحاضرات وأعمال الدين وأعمال الآخرة، ما يفي دستور وما يفي برنامج، فقط إنما فقط أعمال تحصيل الدنيا يروح ويغدو إليها. هذا نسأل الله السلامة العافية، يخشى عليه من طبع على القلب، يخشى عليه نسأل الله السلامة العافية من سوء الخاتمة. وفلذلك فننصح يعني ساكن تلكيفة خاصة وساكن جميع العالم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقبلوا على الوعظ وعلى الدروس والمواعظ والأعمال الآخرة، وأن يجعلوا الآخرة نصب أعينهم. مع أن الإنسان أيضا ما يفرط في الدنيا، ولكن مرة هناك ساعة لهذا وساعة لهذا. أما أن نسأل الله السلامة والعافية يكون دائما كل أوقاته مستغرقة في الأعمال الدنيوية وهمه فيها منصب فيها وفكره، فهذا يخشى عليه من قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يوازن بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، فما ينسى يعني عمله الذي يعيش منه أمره الله تعالى به، وكذلك ما ينسى يعني عمل الآخرة، لأنها هي لها عواقب ولها مصير ولها مرجو، وأن إلى ربك المنتهى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فنحن جميعا مرجعون إلى الله تعالى، ونهايتنا المحتومة هي الآخرة، فعلنا أن نقبل لهذه الأعمال الصالحة. شكرا جزيلا لكم الشيخ محمد أمين الحضرمي والشيخ محمد الأغلف، فقيه كنت معنا من كيفا عاصمة ولاية العصابة. شكرا جزيلا لكم على هذه المقابلة الجميلة وما تفضلتم به من معلومات ومن أجوبة شافية على الأسئلة التي قد طرحنا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. الآن ننتقل إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، وهو محور كوفيد. رغم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في ولاية العصابة منذ فترة، إلا أن القطاع الصحي بالولاية وتحديدا مدينة كيفا يواصل العمل على الرفع من جاهزيته لمواجهة أي طارئ محتمل بخصوص انتشار جائحة كورونا. نتابع هذا العنصر مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمواصلة حلقتنا. بكامل تجهيزاته يستعد قسم كوفيد 19 بمركز الاستطباب بكيفا لمواجهة أي تطور في الحالة الوبائية لجائحة كورونا. فالطواقم الطبية ذات الخبرة متوفرة والمعدات الطبية اللازمة موجودة. نختار نبشر المواطنين عن حتى الآن في المستوى كيف زادت الوضعية الوبائية العادية. ليلين وليل المرضى اللي عندهم أعراض. كان حاجز كوفيد قال لي عنه جاهز الحمد لله، في 14 سرير، 4 منها اللي نعاش وعشرة منها العاديين، ولذلك الحمد لله ما قطع مثله ما قطع لحقه 100%. نختار ملي نقول عنده أكسجين عنه جاهز، جاهزة مركزية الأكسجين إنتاجه، وجاهزين ملي لباش اللي عيات تعود تطلبهما شي من مكان يطلب لباش، خاصة فيهم اللي يطلبوا برسيهم مانع، والحمد لله موجود عندنا بالإضافة إلى الأدوية اللي تستعمل في هذا المرض. خلال الأسابيع الماضية انطلقت حملة التلقيح ضد كوفيد 19 على مستوى ولاية العصابة، إلا أن الإقبال على أخذ الجرعة الأولى من اللقاح ما زال دون المستوى بحسب القائمين على العملية. من الأسبوعين بدأنا تلقيح الطواقم الطبية والأمراض الناس اللي عندها أمراض مزمنة، ومازلنا شوي مشقرين شي على الإقبال، الإقبال مازال ضعيف عليهم، وذاك نعرف عنه ناتج لظروف رمضان، كان إن شاء الله نعرف عنه التو اللي فات مولي دورة تتحسن الأمور. يشهد العالم مستجدات متلاحقة على مستوى الخريطة الوبائية لفيروس كورونا، ما جعل السلطات الصحية في ولاية العصابة تعمل على الرفع من جهوزية طواقمها تحسبا لأي طارئ صحي. بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ينضم إلينا يسلم المحمد مسؤول الإعلام والرقابة الوبائية بكيفا. أهلا بكم وسهلا. أهلا. جائحة كوفيد ما زالت تلقي بظلالها على العالم، ماذا عن الإجراءات المتخذة بالمدينة وبالولاية بشكل عام حول هذه الجائحة، وما الجديد جديد الحالة الوبائية على مستوى الولاية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم. بما يخص مستوى ولاية الأصابع، إذن إجراءات مكثفة ولله الحمد، بما يعني الضرورة مضاعفة الإنقال وعمليات تحسيس واليقظة التامة لمواجهة هذا الوباء. بصفة عامة الوباء هذا الأسبوع الجاري حسب الولاية في تم تسجيل 5 حالات على مستوى الولاية بصفة عامة، تتوزع على النحو التالي: 3 حالات في كنكوصة، 1 في قيرو، و1 في باركيوي. بما لم يتم تسجيل أي حالة في المقاطعتين كلها من باركيوي وبومديد يعني وكيف. طيب ماذا عن أهمية الإجراءات الاحترازية واتباع الإجراءات من قبل الساكنة؟ دائما تركز الجهات الصحية على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حتى وإن لم تسجل حالات إصابات وإن تراجعت، لأن الضامن مع الله هو اتباع هذه الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان تفادي الإصابة بهذا الفيروس. ماذا عن مدى احترام الساكنة هناك لهذه الإجراءات؟ الساكنة هناك تلتزم بالإجراءات بصفة عامة، ضمن إجراءات احترازية ارتداء كمامات، التباعد الاجتماعي، ضمن عمليات تحسيس، ضمن مجموعة من الوكلاء التعبئة مسؤولين عن الإنقال والتحسيس، قوم بعملية التحسيس في الولاية بصفة عامة. والحمد لله المواطنين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية. طيب عادة يلاحظ تراخي، كما قلت لك، الالتزام بالإجراءات الاحترازية بصفة عامة. طيب احنا دائما نلاحظ عن فهم تراخي بالإجراءات الاحترازية، ما فهم استجابة كاملة بالنسبة للإنقال والتلقيح، فهم استجابة لبعض الطواقم الصحية وبعض الناس يجي، والحمد لله بعد بصفة عامة الحمد لله ما فهم شيء مستجدوك وبالنسبة للوباء ودي نخاف منه إن شاء الله. طيب احنا هون الوسائل نسولوا عن هذه الاجراءات الاحترازيه واهميتها، لان دائما نلاحظ تراخي في التقيد بهذه الاجراءات مع الاخبار التي ترد عن تراجع في اعداد الاصابات والى اخره، او رفع مثلا هذه القيود اللي كانت تعدل السلطات في اطار محاربه الجائحه. البعض المواطنين يعتقد ان الامر فعلا هو اعلان انتهاء الجائحه، وهذا غير صحيح. هذا هو الوسائل نسولوا عن التقيد بالاجراءات الاحترازية وأهميتها حتى في ظل تراجع الإصابات. والله في بعض المواطنين كان يظن أن الجائحة قد انتهت، بينما في الأيام القليلة كان فهم اكتشاف بعض حالات الجدد خاصة في الولايات المجاورة، فهم بعض من الإجراءات إن شاء الله تقيدوا بها المواطنين في الفترة في الأسابيع المنصرمة، يعني فما استجاب الإجراءات الاحترازية. طيب هذه عمليات تحسيس. التجمعات مثلا كانت فيه محاضرات، كنا نتحدث مع الفقيه عن محاضرة الإحياء الرمضاني، هذه محاضرات يخلق فيها اجتماع، ماذا عن هذه المحاضرات والتجمعات والتقيد بالإجراءات فيها؟ ما دوركم أنتم كجهة مسؤولة عن التوعية بهذا الموضوع؟ فم كيما قلت فما 15 وكيل تعبئة مسؤولين عن هذه الإجراءات الاحترازية للتحسيس، فم التباعد الاجتماعي، تم هذه المحاضرات لكن في التباعد الاجتماعي، احترام المسافات المطلوبة للحد من تفشي هذا الفيروس. كيف يعني هم يتحركوا بين المساجد من أجل توعية المواطنين والحرص عليهم، والله ثابتين عند كل مسجد مثلا؟ فيه تبادل ادوار، فيه بعض يتحرك، فيه كيف ما قلت لك فيه ذوك وكلاء تعبئة يمشون منطقة إلى منطقة. الحمد لله الناس كيف ما قلت لك فهم استجابة لهذه الإجراءات الاحترازية، عاد عندها وعي ثقافي ذاك وها ومستجابة بالإجراءات الاحترازية.
طيب هذا موضوع التلقيح موضوع كبير وهام أصبح مطروحا، لأن الدولة بدأت التلقيح منذ فترة حسب خطة معينة تستهدف فئات معينة. بعض المواطنين يتخوفون من هذا التلقيح ويرفضون تلقيه ويعتبرون الأمر يشكل خطرا على صحتهم، وهو تصور خاطئ يشكل خطرا عليهم وعلى ذويهم. ماذا عن هذا الإطار؟ ما مدى تفهم الساكنة هناك لضرورة التلقيح لحمايتهم وحماية ذويهم على الله؟ تمت دروس توعية بما يخص التلقيح، وإلى حد الساعة انطلقت حملة التلقيح في الولاية ابتداء من 19/4، وإلى حد الساعة فم 169 مواطن تم استجابة من ضمنهم الطواقم الصحية. الطواقم الصحية قاعد طبيعي عنها تستجاب احنا هون بما يخص ذوك هما المواطنين، فما استجابة للمواطنين. فم فئات عمرية فما فوق السبعين، تم تلقيحهم، مرضى الفشل الكلوي بصفة عامة والاحتياجات الخاصة والأمراء. يتم الطواقم الصحية الاستئذان كامل مستجابة لنا سيارة قاشة إن شاء الله تعالى دور يتم تلقيحه ضد الضرر. التلقيح موجود في جميع المقاطعات، مقاطعات الولاية متوفر الطواقم الصحية. طيب تبقى معنا أستاذ نتابع مقابلات عن الصائمين في مدينة كيفة، نتابع هذه المقابلات مشاهدينا الكرام، نعود بعدها لمواصلة حلقتنا. رمضان قاعد يلا نغتنموه كامل في العبادة وفي التواصل والتوادد والعشرة التالية قاعد يلا تعود نضاعفوا فيها الأعمال ونضاعفوا في الأعمال الحسنة، ويالتنا نصوموا عن كل شيء ما هو صالح، ويالتنا نجتهدوا في اللي قال له قيام لياليها تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان يدخل ليالي العشرة يشد من إزره ويوعي أهله ويبات قائم حتى تتفطر قدمه. العشر الأواخر هذه اللي قلت لك أنه إيقاظ الأهل وشد المأزر والصلاة ما لك سمعت، والناس نيام والتهجد، وحد يتم توهيط لمولانا العافية كان يجبر ليلة القدر ما لك سمعت، اللي عبادتها خير من 1000 شهر اللي هي 84 سنة، هذا هو اللي تواس والتقى وواعي الأهل والشاسر، ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالصوم، والصوم ما أنه رقاه صايم إلا بكرشو وكيلو، صايم بلسان وبعين ووذن. وجب علينا الله سبحانه وتعالى صوم هذا الشهر الفضيل، وآخر هذا الشهر هو فضل وعظمة، ويا الله نتحلى بالأخلاق الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم التي كان وجب علينا فيها صدقة فطر التي أوجبها على كل مسلم إخراجها. رمضان هو أيام معدودات، وهذه الأيام الأخيرة منهم يا الله هاي المدرسة نستفاد من حق الله في الأشهر الأواخر باللي فيه ملية القدر، وهي خير من 1000 شهر، يا الله نعكف إليها ويا الله نعتكف بما نحن الحمد لله كمسلمين، ويا الله كذلك نقبضي المدرسة به اللي هاي المدرسة هي مدرسة الصبر، مدرسة الإخاء، مدرسة الوحدة، مدرسة التشابك، مدرسة الاعتصام بحبل الله جميعا، وهاي الأشهر الأواخر هي حقيقة حكما مربط الفرس، وياتنا كامل يجتهدوا بها بقيام الليل والصلاة، ونجتهد أكثر ونبتعد كذلك عن الرذائل ونبتعد عن اللغو الكلامي. هذه الأيام الأخيرة من رمضان هي مضاعفة أعماله ومضاعفة شهوده، فقد قام 20 يوما فلا يصب عليه قيام 10 أيام يضاعف فيها أعماله وينتظر فيها ليلة القدر التي أخفيت في هذه العشر الأواخر من رمضان التي هي بمنزلة 1000 شهر، كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر، يعني هذه الليلة فضلها عظيم وأجرها كثير، فلا ينبغي المسلمين يفرط فيها وهي مخفية في هذه العشر الأواخر. فأنا أنصح جميع المسلمين أن يبادروا إلى الأعمال الصالحة في هذه العشر الأواخر. إذن أهلا بكم من جديد، تابعت معنا هذه المقابلات، مقابلات الصائمين في مدينة كيفة. الصوم في هذه المنطقة كيف يتعامل الساكنة مع الوباء مع الجائحة؟ هل مثلا تطرح أسئلة من قبيل
الصوم في فترة الوباء، وهل فعلا لهذا الصوم تأثير على الوباء جائحة كورونا؟ تقول ما في تأثير مباشر بالنسبة بين الصوم والجائحة، ما فهمش لها قواها مباشر. مع الولاية هون تمتاز حرارة عالية، ولكن ما فهمش بعد يمنع الصوم. الحمد لله المواطنين إلى العموم يصوم هذا الشهر المبارك، ما فهم تأثير لهذا الوباء لأي من المواطنين. طيب شكرا جزيلا لكم سلموا المحمد، مسؤول الإعلامي الرقابة الوبائية بكيفة، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة. الشكر موصول للشيخ محمد الأمين الحضرمي وللشيخ محمد الأغضف الفقيه الذي كان معنا من كيفة، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، إلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر في حلقة أخرى نطرح فيها موضوعا آخر. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.